بابا شو في؟ ما في شيء. جايين لهون لأنه بدنا نحل مشكلة قديمة، وفي أمانة لازم نسلمها اليوم للشرطة. أمانة انحطت بين الإيدين الغلط بيوم من الأيام. خير يا ابني، بدك تقول شيء؟ لا بابا. طيب طالما هيك خلينا نشوف شغلنا بقى. ليش عم تطلع فيني ولا؟ تفضل. عزام بيك وصل. خليه يدخل. تفضلوا. مرحبا. أهلا وسهلا. أهلين فيك. أهلين يا هلا. حسان عزيز أغلو ما هيك؟ إي نعم. تشرفنا. تفضلوا. حضرة المدير، أكيد أنت بتعرف سبب جيتنا لعندك اليوم. في شيء له علاقة بدعوة جلال. بالصدفة وقع بإيدينا السلاح تبع الجريمة. تفضل. معقول لقيتوه بالصدفة؟ ايه حضرة المدير، هذا اللي صار. ومنشان نحن نعمل واجبنا مع العدالة جبنا السلاح بنفسنا لحتى نسلمكن إياه باليد. مو معقول، شو هالصدفة هي؟ فينا نقول إنه حدا بالسر حطه على بابنا. انتو شو بتفرق معكم؟ مثل ما بتعرفوا نحنا كل معلومة بتهمنا مشان نعرف القاتل. للأسف نحنا ما عنا معلومات أكتر من هيك. وما تنسوا كمان انه المقتول بيكون أخي. طيب بما انه هيك عم تقولوا، بالنهاية كل شي رح يبين بالمحكمة. سمر! 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 سمر ولك! ولك سمر! ما تعلق الدنيا ببعضها مرة تانية! بعدي هيك! بكفي! سمر! انزلي ولك! رؤوف! شو؟ انت مانك ناوي تريحنا ولا يوم ابدا؟ وين سمر؟ ما بدك في سمر؟ عمالكن وين سمر؟ هلا بدي سمر! شو عندك من رؤوف؟ امشي هون زحمة، بنحكي برا. يلا احكي اللي بدك تحكيه هون، انا ما بخبي شيء. ولك عم لك تعب تجي ولك حيوان ولك رؤوف اتركني. يا قول اللي بدك تقوله هون يا لا تقول شيء. ولك انت بدك تعلميني وليه؟ انت هيك تربيتي وليه؟ ولك بس فهميني، لما حدا بيعطيكي امانه كيف بتعطيها لواحد غيره وبدون حتى ما تعطيه خبر؟ ها؟ وهالأمانة أنا ما قبلتها، باخذها غصب عني؟ لا ما حذرت بالمرة. هلأ ما بقى فيكي تحمليها، صار الحمل تقيل عليكي. وأنت قلتها، ذنب غيرنا اللي تحملناه أنا وأخي جلال وتحاسبنا عليه وسكتنا. معقول؟ شو عم تحكي؟ ما حدا جبرك لا أنت ولا جلال تفوتوا بهي القصة. أنا قلت لك لا تروحي، ما قلت لك خليكي هون مشان العادات والحكي. لك انت رحتي برجليكي لعنده. كنت مجبورة اعمل هيك مشان بابا ما يوطي راسه ابدا. اسكتوا بقى بكفي، لا عاد تحكي ولا كلمة زيادة رؤوف، خلص. لا خليه يحكي اللي بده يحكي، بلكي اهرب يخلص بقى. اهري ما هيك؟ لك انت شو شفتي من الاهرب؟ ايه خلصنا بقى. شو بكفي. مفكر انه الواحد يترك ارضه سهلة ويروح يعيش لحاله بالمنفى من دون اهله؟ انت بتعرف شو هو الاهري اللي كل يوم بفتح عيوني عليه؟ ومنشان شو بقى؟ من شان رجال طول وعرض ما عنده شغلة ولا في على لسانه غير كلمة الدم والتار؟ اسمعي سمر، لأنك أنت أختي الصغيرة تحملتك كتير، بس بيكفي! مين معلمك هالحكي وليه؟ ها؟ جوزك اللي مفكر حاله رجال؟ ها؟ ولك هو مفكر حاله إنه بيعرف معنى الشرف والأخلاق؟ ها؟ أنت اللي عم تحكي عن الشرف والأخلاق؟ ولك كيف بتحكي معي هيك؟ خلص يا رؤوف! 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 يا رؤوف!
لا حسن، اوعك تمد ايدك على سمر مرة ثانية. هلا صرت تعمل حالك رجال؟ وإذا كنت ابن عزيز أوغلو ما بيهمني، فهمت؟ بدل ما تقوي أختي علي تعا واجهني، تعا تعا واجهني ورجيني إنك رجال. رؤوف ما عم تسمع؟ تعا ورجيني مراجلك. رؤوف بيكفي بقى، هذا الزلمة عم يهددني ويسبني ببيتي وفوق كل هذا عم يسكتني. قلت لك بيكفي بقى. لو ما أنا ضيف ببيتكم كنت فرجيتك شو رح أعمل فيك. الله لا يسامحكم كلكم. يلا خلصت القصة. انت منيحة؟ ايه منيحة.